الطواف بالقبور شرك وضلال، ولا عفوا إذا كان يعتقد أن المقبور ينفع أو يضر فهذا شرك بالله. إذا كان يعتقد أن الميت المقبور الذي يطوف حول قبره ويرجوه ويسأله كما يسأل الأحد الصمد فهذا شرك بالله، هذا شرك بالله. ينظر إلى نيته أيضا لاعتبار، وعلى أي حال فالطواف بغير بيت الله ضلال.